أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن ذكرى العاشر من رمضان تعود إلينا ذكرى حرب تحرير الأرض واسترداد الكرامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، حيث هنأ كذلك الإخوة الأقباط بقرب حلول عيد القيامة. نعيش هذه الأيام في رحاب ذكرى حرب العاشر من رمضان المجيدة، حرب تحرير الأرض واسترداد الكرامة التي عبر فيها أبطالنا من رجال القوات المسلحة قناة السويس وحطموا خط بارليف وحرروا جزءا غاليا من أرض مصر، مما مهد لتحرير كامل الأرض المغتصبة ولسلام عادل ودائم. فخالص التحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء، والتهنئة للشعب المصري العظيم والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، كما يتواكب أيضا مع انعقاد هذه الجلسة احتفال الأخوة أقباط مصر بأحد الشعانين اليوم ثم عيد القيامة المجيد الأحد المقبل. فباسمي وباسمكم جميعا أتقدم لهم بالتهنئة وأطيب التمنيات بعيد سعيد عليهم وعلى كل المصريين.